صباح الخير والسعادة على حضراتكم. يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بخير، كل سنة ومصر والدول العربية والعالم الإسلامي والعالم كله بخير. النهاردة طبعا عيد الأضحى المبارك. الحقيقة اليوم ده يوم عظيم عندنا كلنا. امبارح طبعا انتهى ضيوف الرحمن من أداء الركن الأكبر في الحج وهو الوقوف بعرفة، والنهاردة بيبدأوا رمي الجمرات، الجمرة الكبرى النهاردة، وبعد كده يبدأوا في طواف الإفاضة. كل سنة حضراتكم طيبين، ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق، يا رب السنة الجاية يا رب إن شاء الله يكون ربنا رفع عنا البلاء والوباء ونخلص من فيروس كورونا، ونقدر كل مشتاق إن هو يروح يؤدي هذه الفريضة الكبرى. يا رب ربنا يكتبها لنا، يا رب ربنا يفتح علينا جميعا. امبارح كل دعواتنا، واعتقد ان احنا امبارح كنت مع حضراتكم ووصيتكم يعني الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لينا كلنا بالتأكيد، والمصر وللعالم كله، ان ربنا يرفع عنا هذا الوباء، وباء كورونا يا رب، ونكون السنة الجاية كلنا موجودين، ما فيش فينا لا فاقد ولا مفقود. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا تابعنا مع حضراتكم منذ قليل على الهواء مباشرة نقل لشعائر صلاة عيد الأضحى. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة عيد الأضحى المبارك من مدينة العلمين الجديدة. ده كان في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. بعد الصلاة استمع السيد الرئيس لشرح وافي حول المشروعات اللي بيتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، واحنا شايفين مع حضراتكم طبعا الإنجاز الكبير وشكل الحقيقة مدينة العلمين الجديدة، الإنجاز الكبير اللي حصل في هذه المنطقة. ده كان بحضور طبعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، وشاهد كمان الشرح على خرائط المتعلقة بالمشروعات الجديدة في المدينة، وطبعا أبرزها مدينة الفنون. لما بنتكلم عن الرسالة من هذه اللقطة، خلينا نتوقف عندها يعني في دقائق يعني بسيطة جدا، مش هطول على حضراتكم، لكن ان احنا تبقى الصلاة من مدينة العلمين، احنا بنقدم رسالة مش لينا بس، للعالم كله، لمصر الجديدة، للعهد الجديد، للجمهورية الجديدة. يمكن ما بنجيب سيرة مدينة العلمين، وخصوصا الجيل بتاعي او الجيل كمان اللي قبله، دايما بنفتكر مدينة العلمين، بنفتكر الحرب العالمية الثانية، بنفتكر الدمار، بنفتكر مدينة أو ما كانش فيه أصلا، أو يعني منطقة صحراوية وفيها العديد، وكنا دايما بنخاف كمان من المنطقة دي، ويقولوا إن هو الألغام ومش الألغام، وكان يعني الذكرى بتاعة مدينة العالمين بالنسبة لنا كانت ذكرى صعبة. دلوقتي احنا بنتكلم على مدينة مختلفة، بنتكلم على جمهورية مختلفة، بنتكلم على مدينة من الجيل الرابع، بنتكلم على مدينة ممكن تكون قريب جدا، احنا شفنا حجم الإنجاز اللي حصل فيها، هتبقى من أهم المدن على البحر المتوسط، مش بس في مصر، لا في العالم كله، بنتكلم على كم كبير من الإنجاز. بدأنا نسمع عن الساحل أو يعني العلمين بعد بداية الكرة بقى اللي شفناها في الساحل الشمالي، مجموعة صغيرة من الكرة أو المنتجعات السياحية اللي بيتم بيبقى سكنها في يعني لمدة شهر أو شهرين في السنة بالكتير، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن مدينة متكاملة، مدينة من الجيل الرابع، المفروض هيبقى يسكنها إن شاء الله يعني كخطوة أولى 2 مليون مواطن، فيها كل أنواع الأنشطة، موجود فيها التعليم، موجود فيها الجامعة، جامعة التكنولوجيا هناك في مدينة العلمين، موجود فيها مجموعة كبيرة من الاستثمارات العربية والأجنبية. الحقيقة بنتكلم عن خريطة جديدة لمصر، ومش مدينة العلمين بس، لا، لما بنتكلم عن خريطة جديدة لمصر لازم طبعا نذكر العاصمة الإدارية الجديدة، عقل مصر الإلكتروني، العديد من مدن الجيل الرابع، مدينة مثلا زي سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة. رسالة الحقيقة من القيادة السياسية لينا كلنا بأن الجمهورية الجديدة مش بس الاستثمار فيها بيكون استثمار في الحجر، لكن كمان بالتأكيد استثمار في البشر، الاهتمام بالبشر بشكل
كبير جدا الاهتمام مش بالحياة فقط لكن بجودة الحياة وكمان بمعايير عالمية، وده طبعا من خلال وأفكاركم. ودايما هنتكلم على مشروع أو نقدر أو مبادرة أو المشروع القومي لحياة كريمة، بنتكلم على جودة حياة بمقاييس عالمية، ده اللي خلى الأمم المتحدة تقول إن المشروع ده أكبر مشروع تنموي أو يعني في تنمية مستدامة في العالم. يعني إحنا بنتكلم على جودة حياة، بنتكلم على أكتر من 55% من سكان مصر، بنتكلم أكتر من 55% من أهالينا البسطاء اللي بيسكنوا الريف المصري، حياتهم تتغير بشكل كبير جدا، حياتهم تبقى أفضل، ومش بمعايير مصرية أو معايير حتى عربية، لا بنتكلم بمعايير عالمية. ال 55% دول كانوا مهملين على مدى أكتر من يعني على الأقل نصف قرن، دلوقتي هيشوفوا حياة جديدة هم وأولادهم. مش بنتكلم على توفير مياه مثلا صالحة للشرب فقط أو توصيل الصرف الصحي، لكن بنتكلم على كل سبل الحياة، دخول الغاز الطبيعي على الإنترنت على كل الخدمات الحكومية، يعني بنتكلم على جمهورية جديدة بشكل متكامل. فالواقع النهاردة هذا الحدث، وإن احنا تكون صلاة عيد الأضحى من هذه المدينة الجديدة، أعتقد إنها رسالة لينا ورسالة للعالم إن احنا مصر إن شاء الله زي ما قال لنا الرئيس السيسي وزي ما دايما بيوعدنا ودايما بيوفي بوعده، إن مصر إن شاء الله هتكون قد العالم. كل سنة وحضراتكم طيبين، يوم سعيد علينا يا رب كلنا في اليوم ده، نكون نحقق بقى كل أمانينا وكل الدعوات اللي احنا دعيناها امبارح، ونكون جميعا يا رب من عتقاء النار. وإن شاء الله السنة الجاية أي حد مشتاق فينا إن هو يؤدي هذه الفريضة الكبرى نكون هناك، وربنا يرحمنا إن شاء الله من فيروس كورونا ويرفع عنا هذا البلاء والوباء. نروح بقى للسيادة الرئيس، يتقدم السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. كتب السيد الرئيس على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، وكل عام وأنتم بخير. كمان السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبرت أو أعربت عن تهنئتها للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقالت في تدوينها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اللي بتتجسد في شعائر وقيم رسالة الإسلام الخالدة من تسامح وإخاء ومودة، وأدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وكل عام وحضراتكم بخير. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وإحنا سعداء، كل سنة وإحنا محققين كل اللي بنتمناه، كل سنة ومصر أفضل، كل سنة وإحنا في المقدمة، كل سنة وإحنا بنحقق الإنجاز بأيادي مصرية خالصة. يا رب إن شاء الله تبقى مصر قد الدنيا. خلينا نشوف بقى سريعا الطقس النهارده بيقول ايه. الحقيقه وانا جايه النهارده برضو عايزه اقول لحضراتكم، دايما احنا في الطريق بيبقى الدنيا فاضيه كل يوم لان احنا بنيجي بدري جدا، لكن النهارده كان موقف او يعني الاجواء كانت مختلفه جدا، واحنا نازلين مع تكبيرات العيد واحنا شايفين الناس كلها ماشيه في الشوارع لابسين ابيض ومعاهم ولادهم ومعاهم سجاده الصلاه. بس توقفت عند نقطه الحقيقه فلازم برضو ألفت نظر حضراتكم ليها، للأسف احنا دايما بنأكد ان لسه في يا جماعه فيروس كورونا، فأرجوكم الالتزام بالإجراءات الاحترازيه. النهارده ما كانش في أي حد لابس كمامات، النهارده شفت الناس طبعا نهني بعضنا ونفرح بالعيد، بس مش لازم نسلم ونبوس، يعني شفت كم ناس بيسلموا ويبوسوا ويحضنوا بعض، حاجه جميله جدا في العيد بس مش لازم السنه دي، ممكن نقول لبعض كل سنه وحضراتكم طيبين ونفرح بالعيد، لكن بلاش يعني ان احنا ننسى ان في حاجه اسمها فيروس كورونا عشان السنه الجايه ما نفقدش اي حد عزيز علينا. بس برضو من الحاجات اللي لاحظتها النهارده الحر،
وانا جايه الحقيقه في الطريق، واضح ان النهارده هيبقى اليوم حار، فهيئه الارصاد الجويه بتقول لنا ان اليوم الثلاثاء اول ايام عيد الاضحى هيكون طقس حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل للحراره رطب على السواحل الشماليه، شديد الحراره رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع في نسبه الرطوبه، وده بيزيد من طبعا الاحساس بدرجه الحراره. يا ريت ان احنا كلنا ننزل ونروح اماكن مفتوحه، ونحط تحت دي 10,000 خط ان احنا نروح اماكن مفتوحه وبس، ما نتعرضش بشكل مباشر للشمس لساعات طويله، ان احنا نحرص دائما ان احنا نشرب ميه، ان اي حد مثلا اطفاله بقى لو المسافرين بقى ساحل ولا اسكندريه او هيروحوا اي نوع من انواع الشواطئ يحط كريمات ضد الشمس، الحاجات دي كلها ناخد بالنا منها عشان ربنا يا رب يعافينا جميعا ويعدي علينا العيد بخير. بالليل طبعا بيبقى حالة الطقس أفضل، فيبقى الطقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية. تعالوا نشوف سريعا بيان بدرجات الحرارة. من الحاجات اليومية اللي احنا بنطمن عليها دايما أسعار الخضار والفاكهة، والنهاردة أعتقد هيبقى لها أهمية خاصة علشان التجمعات وعلشان العيد وعلشان الناس تنزل، اللي هينزل بقى يشتري حاجات ومستلزمات العيد، اللي عامل عايزين نقول عزومة صغيرة على الضيق، يعني عايزين نحرص دي صغيرة على الضيق كده ما يبقاش في عدد كبير، لكن بالتأكيد النهاردة أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب وأسعار الصرف العملات الأجنبية ومواقيت الصلاة هتكون من الحاجات المهمة جدا، فنشوف كل هذه المعلومات. مرة تانية كل سنة وحضراتكم بخير، بالتأكيد أجواء العيد، ولسه كنت بحكي لحضراتكم وإحنا جايين في الشارع، يعني النهاردة يوم بالتأكيد بالنسبة لنا مختلف، يمكن وأنا جاي الشغل أكيد بيبقى الواحد وهو في العيد بقى عايز يعيد مع أهله وكده، لكن الأجواء في الشوارع كانت جميلة جدا، فرحة الناس وهي لابسة أبيض وماسكة سجادة الصلاة ومعاهم ولادهم الصغيرين، أجواء جميلة جدا جدا بالتأكيد نحب إن إحنا نعيشها ونشوفها. الحقيقة خلينا وإحنا شايفين على الشاشة الحقيقة الأجواء الدنيا
الدنيا زحمه جدا دايما، وانا جايه في طريق ببقى لوحدي، بحس ان انا يعني ماشيه في شارع لوحدي اول يوم. لا الناس كلها موجوده في الشارع، صوت التكبيرات حاجه جميله جدا جدا. فالحقيقه زميلنا عمرو كمال نزل علشان يرصد لنا اجواء فرحه المصريين بعد اداء صلاه العيد بمسجد مصطفى محمود، نشوفها مع حضراتكم ونخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. العيد فرحة، صلاة عيد، فتة ولحمة ولمة عيلة بتفرح كل بيت مصري. 8 الصبح كانت موجودة النهاردة عشان نعرف طقوس المصريين في عيد الأضحى. هو العيد بالنسبة لنا هي صلاة العيد بس، وإن أنا أفرح الأطفال الحلوين دول. أنا بنزل كل سنة بوزع الحاجات دي على الأطفال، لأن أنا فرحتش كلها إن أنا أوزع على الأطفال حاجة العيد. أول حاجة الصلاة وأفرح الأولاد، بعد كده وبالملاه والحاجات الطيبة كلها. العيد في سيدة زينب حاجة تانية خالص، فتة ولحمة وذبيح، حاجات كتيرة أوي هنا بتبقى حلوة أوي. أنا جاي من السعودية اليوم خصيصا في الليل عشان احضر صلاة العيد في المنطقة دي مع الشعب الجميل هذا. انا عايزة اقول لك ان انا ساكنة في 15 مايو، لازم لازم اجي ما احسش بالعيد الا لما اصلي في السيدة زينب. العيد بقى عندنا ذبيح النهارده، وكل سنة وانتم طيبين. اللمة طبعا والاحباب والام دايما كل حاجة، وايه السعيدة علينا ان شاء الله. بيخليها سعدنا بيها، بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. صلاة العيد دي من واحنا اطفال قد كده متعودين، لو ما صليناهاش يبقى كان انا العيد ما جاش اساسا. بنجيب اطفالنا وبتجينا اولادنا وبنجيب جوزي معايا واخوات جوزي واخواتي وكده، وبنيجي نصلي العيد. لمة العيله والخروجات والحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها كل عيد، والمأكولات اللي مع العيله والفته وكل حاجه مع العيله. اول يوم العيد طبعا الصلاه، وبعد كده الذبح، وانا جاي مخصوص من سوهاج عشان اصلي العيد في السيده زينب. فرحه العيد وصلاه العيد دي اهم حاجه، والعيد فرحة بقى، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين. سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى سعيد علينا. بالتأكيد كل أجهزة الدولة في الوقت ده بتكون على هبة الاستعداد. يمكن امبارح طمنا حضراتكم على العديد من الوزارات، وزارة الزراعة، التموين، كمان وزارة الداخلية، إن كل حاجة في كل يعني تم اتخاذ كل اللازم علشان الاستعدادات لعيد الأضحى. مرفق السكة الحديدية من المرافق اللي بيبقى عليها ضغط كبير جدا جدا في الأعياد بشكل عام، علشان كل الناس طبعا بتحب انها تروح تقضي العيد مع أهلها، سواء ما كان بقى في البلد سواء كان بلدهم فين. علشان كده أعلنت هيئة السكك الحديدية الطوارئ
لاستقبال عيد الأضحى مع استمرار حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة العيد، بجانب القطارات المجدولة بجدول التشغيل اليومي الطبيعية. المفروض يعني في جدول طبيعي بيبقى شغال، لكن في كمان قطارات إضافية عددها كان بقى 170 قطار إضافي هيتم إضافتهم خلال الفترة ما بين 13 ل 30 يوليو الجاري على خطوط الوجهة القبلي لخدمة أهالي الصعيد، لأن طبعا موجودين عدد كبير جدا جدا من أهالي الوجهة القبلي على وجهة التحديد بيكونوا موجودين في محافظات الجمهورية المختلفة عشان أشغالهم، وبيحبوا أنهم يسافروا ويرجعوا ويقضوا العيد مع أهاليهم. شملت قائمة القطارات الإضافية اللي قررت الهيئة أو الدفع بها في خلال فترة العيد ابتداء من 13 ل 30 يوليو الجاري 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المحسنة اللي تحت مسمى تحيا مصر علشان تعمل رحلاتها اليومية، بيصل إجمالي في الآخر نهاية هذه الرحلات ل 170 قطار إضافي بتخدم أهالي الصعيد. بالتأكيد هذا المرفق بيبقى على هبة الاستعداد، ربنا يا رب إن شاء الله يعدي هذه الفترة على خير وكل الناس تروح تقضي أجازتها بكل سعادة مع أهاليها ويرجعوا بالسلامة ونسمعش عن أي مشكلة في هذا المرفق الهام. نروح لملف التعليم. ملف التعليم بيبقى معانا دايما في 8 الصبح الحقيقه حتى في ايام الاجازات. وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني اعلنت الضوابط المنظمه لامتحان صفوف النقل بالمدارس الفنيه بانواعها المختلفه والزمن المحدد لعقد الامتحانات لكل ماده دراسيه للدور الثاني 2021، يعني ده مش الدور الاول ده الدور الثاني. اوضح قطاع التعليم الفني في خطاب تم ارساله للمديريات التعليميه انه حرصا على مصلحه الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني بسبب طبعا استمرار جائحة كورونا هيتم عقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل على أن يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا طوال فترة عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني. يعني يا رب ان شاء الله ربنا ينجح كل ولادنا، وده الدور الثاني فايه تشد حيلكم كده علشان تعدي الايام على خير، يعني خدوا اجازتكم وعيدوا كل حاجه بس ابتدوا الاستعدادات لهذه الامتحانات. ربنا يا رب يوفقكم وعشان تفرحوا اهاليكم كمان، مش علشانكم انتوا بس لكن اهاليكم بالتاكيد بيفرحوا اكتر منكم. الحقيقه برضو في العيد يعني زي ما بيقولوا كده اهل الشر مش بيسيبونا في حالنا، الاشاعات يعني لازم في أي مناسبة أو أي فرحة إحنا بنعيشها لازم نلاقي العديد من الإشاعات علشان يحاولوا يبوظوا فرحتنا بالعيد. من الإشاعات دي حكاية البترول، إن هو بيقولوا إن البنزين دلوقتي مغشوش، فالهيئة المصرية العامة للبترول نفت الإشاعات اللي ترددت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. بتقول إيه بقى؟ بتقول إن في بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات التموين للسيارات. أكدت الهيئة عدم صحة هذه الشائعات وقالت إنه بيتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها، وقالت كمان إلى إن النتائج التحليل دي أو العينات اللي بيتم أخذها بتتم في المعامل المتخصصة، وأكدت إنها بتكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة ودرجة الجودة وإنها بتكون متوافقة مع الجودة المطلوبة. يعني كل ده إشاعات ما تسمعوش الكلام، وده طبعا لازم يطلعوها أهل الشر قبل العيد. ليه؟ علشان في العيد في ناس كتير طبعا بتسافر بعربياتها، فلازم إيه أهم حاجة يبقى البنزين، فنطلع إشاعات إن البنزين مغشوش. مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، في تفتيش دوري على كل محطات الوقود، مفيش حاجة اسمها بنزين مغشوش. وأنا سألت يعني مرة أحد من أصدقائي في الموضوع ده اللي حتى ما ينفعش، لأن يعني قاعد يشرح لي كده يعني بشكل تكنولوجي أو بشكل عملي إن هو حتى ما ينفعش خلط بقى يقول لك بنزين 95 مخلوط ب 92 ومخلوط ب 80 والكلام اللي مش لطيف ده، قال ما ينفعش على أرض الواقع. طيب لو اتكلمنا بقى ملف الآثار، ملف الآثار الحقيقة بنتكلم على نقدر نقول إن ده العصر الذهبي للاكتشافات الأثرية من 2019 لغاية دلوقتي، وإحنا في اكتشافات أثرية هامة جداً متلاحقة. والحقيقة مصر الحمد لله الحمد لله نظر العالم كله بيتوجه لها بشكل كبير جدا في العديد من الاكتشافات الأثرية من 2019 لغاية دلوقتي. شفنا العديد من الأحداث الهامة كمان، مش هنقدر أبدا ننسى طبعا موكب نقل المومياوات الملكية، افتتاح المتحف القومي للحضارة، بنتكلم كمان لسه كنا مبارح بنتكلم على تطوير الحادث في مدينة الأقصر وإنها هتكون إن شاء الله متحف مفتوح
يعني الترميم الكبير في طريق الكباش، الربط ما بين معبد كرنك ومعبد الأقصر، يعني كم كبير من التطوير في هذا الملف. النهاردة إحنا معنا اكتشاف أثري هام جديد، اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية التابعة للمعهد الأوروبي للأثار الغارقة والعاملة بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير أو يعني خليج أبو قير يعني بالإسكندرية، حطام سفينة حربية من العصر البطلمي وبقايا مدينة جنائزية إغريقية بتعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد. الحقيقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال إن السفينة كان من المقرر ليها إنها ترسو في القناة اللي كانت بتتدفق على طول الوجه البحري لمعبد أمون، لكنها غرقت. ليه بقى؟ نتيجة لانهيار المعبد وسقوط كتل ضخمة عليها خلال القرن الثاني قبل الميلاد، وده نتيجة وقوع زلزال مدمر. وساهم سقوط تلك الكتل الحجرية زي ما بيقولوا كده، بعض الأحداث بتبقى فيها يعني دايما ما بنلاقي حدث مش كويس لكن بيحمل إلى حد ما بعض الجوانب الإيجابية، إن سقوط الكتل دي ساهم في الحفاظ على السفينة أسفل القناة العميقة المليئة الآن بحطام المعبد. أكد فرانك جوديوم رئيس بعثة المعهد الأوروبي للآثار الغارقة على أن اكتشاف السفينة السريعة اللي بتعود لتلك الحقبة الزمنية لا يزال نادر للغاية. ليه؟ لأن السفن الإغريقية اللي من النوع دي أو من النوع اللي تم اكتشافه ده سفن مجهولة تماما حتى اكتشاف السفينة بونيقيا مارسيلا 235 قبل الميلاد، وهي المثال الوحيد اللي موجود عندنا. عشان كده نقدر نقول ان الاكتشاف الاثري ده اكتشاف هام جدا. اضاف كمان ان الدراسات الاولية بتشير الى ان السفينة كانت طويلة يبلغ طولها اكتر من 25 متر، وتم بناء البدن للسفينة وفقا للطراز الكلاسيكي اللي بيعتمد على تقنية الدسرة والنقرة، ومع ذلك فانها بتحتوي على مميزات الطراز المصري القديم، وبالتالي فهي نوع مختلط من البناء في السفن. بالتأكيد اكتشاف أثري هام بينضم لمجموعة الاكتشافات الأثرية الهامة اللي احنا بنكتشفها على مدى هذه السنوات. مرة تانية بقول ان احنا في العهد الذهبي للاكتشافات الأثرية. رب دايما ان شاء الله مصر، يعني احنا عندنا اكتر من تلت أثر العالم، لا احنا ما زلنا في اكتشافات أثرية هامة في كل كمان الحقب الزمنية. مش بنتكلم بس عن مصر القديمة، لا بنتكلم على اكتشافات زي ان احنا بنتكلم فيها دلوقتي يعني من العصور الإغريقية، بنتكلم على اكتشافات أثرية من كل العصور الحقيقة. فيا رب دايما إن شاء الله إحنا يعني متفائلين إن فعلا مصر هتبقى قد الدنيا. طيب دايما في 8 الصبح بنحاول إن إحنا نقدم المواهب المختلفة، الحاجات المميزة اللي بنشوفها. معنا النهاردة موهبة لفتاة عشرينية نقدر نقول مهندسة لأن هي في كلية هندسة قسم عمارة، بسنت عبد الحكيم، قدرت تحول الورق لأشكال هي مش خزف لكن أشكال زي ما تكون مماثلة لتصميمات الخزف. يعني احنا ما هنشوفها كده شايفين على الشاشة، يعني تحس انها مش ورق خالص، تحس انها فعلا خزفية، لكن هي المادة مش خزفية لكن دي عبارة عن ورق. تخيل بقى ان بيتك يكون مليان بالديكورات الحلوة والشيك والجميلة دي، ودي كلها من الورق. هي بتدرس في كلية هندسة زي ما قلت لحضراتكم في قسم عمارة، وده بالتأكيد اللي خلاها يبقى عندها هذه الموهبة، لأن دي من ضمن الحاجات اللي بتدرسها بس ما بتدرس يعني ليس بهذه التقنية. يعني احنا يمكن في هندسة في بعض المواد بتتعلق بدراسة أو بعمل بعض اللوحات بقصاصات الأوراق، اللي يعني اللوحات مثلا زي الموناليزا وغيرها بيعملوها بقصاصات الأوراق الصغيرة، لكن إنها تتعمل بقى مجسمات وديكورات زي اللي احنا شايفينها عبر الشاشة، الحقيقة دي حاجة مختلفة، حاجة جميلة، موهبة لازم النهاردة ان احنا نسلط عليها الضوء. بسنت عبد الحكيم صباح الفل واهلا بيكي وكل سنة وانتي طيب. صباح الفل عليكم. اهلا يا بسنت، قولي لي بقى حكاية ابداعك في التحويل الورق للفن الجميل اللي احنا شايفينه. احنا شايفين فعلا حاجة ما بنشوفها استحالة نقول ان دي من الورق، لا بصوا احنا شايفين على الشاشة فعلا مجسمات تحس ان هي معمولة من الخزف لكن هي اصلا ورقية. ازاي قدرتي تعملي ده؟ انا هقول لحضرتك، هو في حاجتين، في ان انا اصلا مصممة فنون ورقية، وفي حاجة تانية ان انا درست فنون حرفية.
ويعني درست في منحة خاصة بالفنون الحرفية وفي قسم الخزف، فأنا عملت حاجات بالخزف وفي منها حاجات أنا حاولتها يعني من ورق خزف. المنحة دي كانت فين يعني وضمن إيه أو كانت في مجال إيه؟ هقول لحضرتك، في مركز الحرف في الفسطاط في منحة اسمها بيت جميل للفنون الحرف التراثية، هي بنقدم لها بامتحان يعني. عظيم. ولما اتقابلت فيها هي دراسه لمده سنتين. الحاجات اللي احنا شايفينها دي الرسمت، معلش ان انا بقاطعك، الحاجات دي من الورق خزف. خزف ولا ورق التمثال اللي هو البنت السمراء الجميله دي؟ لا دي شغل ورق. ده ورق. بالظبط. انا بقول دي مش خزف، ده ورق. بس حاجه رائعه الحقيقه، يعني احييكي عليها واحييكي على الدقه وعلى الالوان وعلى الجمال. انا اشكرك جدا. هو الورق انا يعني بقالي فتره طويله حوالي 8 سنين فيه. بدات بالفن الاوريجامي، وهو يعني كان حاجه جذبتني جدا وشدتني ان انا اتعرف عليه اكتر. احنا دايما كنا بنشوف الفن ده في شكل ايه، حاجات بسيطه جدا يعني، اللي هو شكل طيور، عربيات، مش عارفه ايه، لكن انت تعملي منها هذه اللوحات. بالظبط، الحاجات البسيطه دي يعني، لكن ان انت تعملي بيها هذه اللوحات والديكور ده، ايه اللي خلاكي تفكري ان انت تستخدمي الورق في ده؟ ما هقول لحضرتك، انا كان نفسي جدا ان انا استخدمه يعني استخدم الورق نفسه ان اعمل بيه منتجات، يعني انا حابه فكره ان انا اصمم المنتجات لان انا بحب التفاصيل. قعدت اجرب كتير يعني. هم بتوع العماره دايما هو الشيطان بيبقى في التفاصيل، هو بيقف عند التفاصيل دايما. برضو احنا بنستخدم مثلا الورق ان احنا بنعمل بيه برضو مجسمات ونفسات. فانا لقيت فن الاوريجامي ده بيسهل لي حاجات كتير، بيسهل لي برضو افكار تصميميه. بعد ما اتخرجت بدات اني اعمل زي اسجل ماستر. وسجلته بالفعل عشان اقدر اني يعني ابحث بطريقه علميه اكتر. يعني انت الماستر بتاعك اصلا في تحويل الورق او في الورق؟ في ان انا عايزه استخدم الفن الورقي او الاورجاني. ايوه. كاداه تعليميه لتعلم التصميم. يعني كطريقه مبتكره لتنميه الابداع والتخيل. لقيتي دراسات سابقه في المجال ده ولا انت اول من يعني؟ لا لقيت دراسات كتير بس عشان الاوريجامي مش منتشر قوي في مصر وفي الوطن العربي. في مصر والوطن العربي عموما. بس لقيت حاجات كتير اجنبيه، يعني لقيت ابحاث كتير اجنبيه. لكن ما كانش منتشر هنا لسه فعلا في مصر لسه. هو مش منتشر هنا بس طبعا بنستخدمه. يعني احنا في حاجتين اساسيين بنستخدم الاوريجامي فيهم، يا يعني اما في الفورم جنريشن ان احنا يعني بنفكر بيه يعني بيطلع لنا افكار بطريقه سريعه، ان الورق زي ما حضرتك عارفه هو خامه سهله، يعني هي سهله طبعا. التعامل سهله التعامل بس صعب برضو الحفاظ عليها وان انت تشكليها وتفضل يعني كلوحه وحاجه تقدري تحتفظي بيها، دي حاجه صعبه. تمام. انا بحتفظ بيها يعني، انا في المنتجات اللي عملتها كاللوحات بحتفظ بيها زي ما الفنان بيحتفظ بلوحته مثلا جوه فريم او حاجه. لكن بعد ما درست المنحه حاولت ان انا يعني احول الورق بس استخدمه، يعني انا عملته كفورم يعني استخدمته ان انا استلهمت منه، لكن النتيجه او المنتج النهائي في خامه ثانيه اللي هي زي خامه الخزف، الحاجات الاقل الخزفيه وكده. بدات ان انا يعني يبقى الفكره هي الاوريجامي او الفكره الورق لكن التنفيذ بخامات مختلفه. ده عظيم جدا. طب انت فكرت تحولي ده بقى او دراستك ده المشروع ان انت يبقى ده مشروع تكسبي منه، ان انت تبقى الحاجات اللي انت بتعمليها تعملي ليها معارض في الاول بعد كده تبداي في بيعها يبقى لك منفذ على الانترنت؟ بدات في الاول يعني انا قبل الكورونا وكده كنا بدانا ان احنا ننزل معارض وان انا اعمل المنتجات دي فعلا اعرضها في معارض. نزلت مره معرض في رسمه ساعتها كنت لسه طالبه وكان في بوست للطلبه جوه المعرض لطلبه الجامعه. فقدمت ونزلت عرضت شغلي. بعد كده يعني الفتره الحاليه انا يعني بخطط ان انا اعمل زي استوديو صغير ليا. أيوة. عشان ابدا ان انا يعني اعمل انتاج، لان انا حابه موضوع ان اعمل منتجات اكتر في الموضوع ده. طب انت لقيتي عليها اقبال لما انت عملتي المعرض ده؟ لقيتي ان في اهتمام من الناس ان هم يقتنوا مثل هذه يعني الحاجات المختلفه؟ بصراحه شجعوني كتير. وبرده يعني كنت على النت عندي بشير الشغل بتاعي فبلاقي ناس كتير بتشجعني ايوه كملي وكده. فانا حابه اني اكمل في
السكة دي، بالذات ان هي بتطلع يعني افكار هي مختلفة عن السوق شوية. فنحن نقدر نعمل بيها او نستغلها خامة مثلا زي الخزف اللي هي حرفة تراثية جدا وحاجة من اقدم الفنون اللي اتوجدت على الارض. فابدأ ان انا افكر بان انا احاول الخزف، احاول يعني الخزف لافكار زي كده، استخدم الورق لصالحي برضو واستلهم منه افكار ان هو يساعدني في تحويل خامة تراثية زي الخزف. انا هذه الفتاة الحقيقة يعني عملالي سحر، يعني اللوحة اللي انا شايفاها دي بجد عملالي سحر رائعة، يعني فعلا الفتاة بتنطق الحقيقة. طيب قولي لي، في انواع معينة من الورق بتستخدم ولا بتستخدمي كل انواع الورق؟ ايوه انا بستخدم كل انواع الورق، اي خامة ورق بشوفها لازم اجيب على طول واروح اجرب. يعني بيبقى انا قصدي بيبقى ورق مقوى بنوع معين، مش قصدي اسامي ورق معينة، يعني أيوة منتج معين. في ورق مقوى وفي ورق منقوش، واصلا الاورجاني ليه نوع ورق معين. يعني ليه مثلا ستاشيو فول ده نوع ورق بيتجمع من بره، بس هو عشان مش موجود في مصر بنحاول ان احنا نلاقي له اي بدائل. يعني انا احيانا برضو بستخدم الورق الكريشه والورق البردي، احط في الخلفيه الورق اللي احنا بنطبع عليه ده بينفع ولا لا، ورق الطباعه او الورق الملون. أيوة. برضو اي ورق عشان اعاده بس تدوير الورق، فاحنا عندنا ورق كتير ممكن نبعته لك يبقى عندك كده ممكن تشتغلي بيه. اعاده تدوير الورق طبعا من الحاجات المهمه جدا، فده بينفع معاكي احيانا؟ صح، احيانا بنستخدمه في حاجات يعني بعد ما اشكل ممكن ان انا ارش الورق يعني بسبراي او الوان ثانيه، او فاحنا عادي ممكن حتى الورق المكتوب عليه نستخدمه. طيب اللوح زي اللي احنا شفناها دلوقتي معاكي على الشاشه بتاخد منك وقت قد ايه ان انت تعمليها؟ اولا بتعملي الديزاين بتاعها او التصميم في قد ايه، وبعد كده عمليا بقى بتاخد معاكي وقت قد ايه عشان نشوف لوحه جميله زي اللي انت عاملاها؟ لوحه زي اللي عجباني، البنت الفتاه السمراء. البنت السمراء تمام. اللوحه دي الاول بعمل لها زي سكتش 2 دي عادي، يعني بفكر على الورق انا ممكن استخدم ايه، بحيث السكتش ده بتخيل فيه الحجم وبتخيل فيه يعني مقاسها، وببدا ان انا افكر هحط لها الوان ايه. بعد كده بشوف ايه خامات الورق المتاحه عندي كلها، يعني مثلا درجه اللون الاسمر بجرب كذا درجه اسمر واحاول اوفق الوان الورق او الخامات. يعني دي لون الورق الطبيعي ولا ده انت لون ملونات؟ لا لون الورق يعني الحقيقي. انت بتجيبي الورق كمان ملون؟ بجيبه ملون اصلا. دي حاجه يعني مش عارفه اقول لك، انت بتبهريني يعني بجد. يعني انا كل ده متخيله ان انت بتعملي المجسم وبعد كده بتبداي في تلوينه، لكن انت بتجيبي اصلا درجات الورق وتبداي تظبطيها. بجيبه ملون وبجيب كذا درجه لحد ما احاول اوفق حاجه كده كاني بلبسها الفستان، فالورق بتاعها هو الخامه زي القماشه كده، وبحاول اني البسها مثلا دي تليق على دي فاحطها كده يعني بس بتتلزق قطعه قطعه يعني. طب ناويه تكملي اكتر بقى في الورق ولا في الخزف؟ في الاثنين، لان دي المنتج الورق بعمل بيه منتجات زي اللوحات والتطبيقات وكده، لكن مثلا افكار تانية زي المهريه، حاويه الزرع، الحاجات اللي هي البانل اللي على الحيطه دي نقدر نستخدم فيها الخزف تكون حاجه قيمه اكتر. طب معلش بقى، بس الاثنين هيكونوا مستلهمين من افكار الورقيه لان دي اساس شغلي يعني. بالتاكيد. السؤال اللي انا بساله لك علشان بس دايما الواحد وهو كان طالب كان دايما بيتساءل عن بعض المواد، هو انا بدرس المواد دي ليه؟ انت دراستك نفعتك او كانت ليكي السند او هي ليها الفضل في اكتشاف الموهبه دي، ولا الموهبه دي عندك من الاول؟ هقول لحضرتك، انا كنت عايزه اخش كليه اصلا اقدر استغل فيها موهبتي في حاجه مفيده. فربنا وفقني كده لكليه عماره، هندسه قسم عماره. وانا كنت يعني انا هي عجبتني جدا وحبيتها جدا لانها علمتني ازاي اصمم اصلا، ويعني ازاي ابدا اصمم حاجه بنفسي من الاول للاخر، ازاي ابحث، يعني علمتني حاجات كتير قوي. بس السكيل المعماري كبير نوعا ما. انا بعد ما اتخرجت كنت حابه اني انمي اكتر عندي الجانب الفني بحيث اعمل الميكس بتاعي، يعني انا حاسه ان انا بحب اعمل حاجات بايدي. يعني هي عملت لك دعم بس انت زودتي بعد كده، وزي ما بيقولوا كان لازم ان انا يعني ازود طبعا، وكان لازم ان يعني ابحث اكتر، كان لازم اتعلم اكتر عن الفن نفسه بحيث ان هو اقدر اطلع اللي جوايا. يعني مش ما حاولت ان انا ما اكتفيش بس بالحاجه بالدراسه، حسيت ان بعد ما اتخرجت لا انا
يعني لسه دراستي ما خلصتش، عايزه اكمل. برافو عليكي الحقيقه بسنت عبد الحكيم، انت ابدعتي الحقيقه، شفنا شغل جميل جدا 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 وابداع لفتاه مصريه مختلفه ومتميزه، واشتغلت، واهم حاجه الكلمه اشتغلت على نفسها، يعني دراستها اديتها زي ما بيقولوا الخطوات الاولى، لكن هي اشتغلت على نفسها عشان تطلع لنا كل اللوح والحاجات الحلوه اللي احنا اتفرجنا عليها. بسنت عبد الحكيم كل الشكر وكل التقدير، ويا رب تنجحي وان شاء الله تشرفينا بقى ونشوف شغلك ده على الهواء مباشره وكل الناس تشوفه، ويعني نلاقيه بقى البيزنس بتاعك قريب. اطمنا على اخبار محافظات مصر المختلفه وعلى اهالينا، وبالتاكيد النهارده محافظات مصر كلها هتلاقيها بتبقى يعني مكسوه زي ما بيقولوا، او الكساء باللون الفرحه باللون الابيض باللون الاحتفال بالعيد. كل سنه وحضراتكم طيبين مره ثانيه وثالثه ورابعه، وعيد اضحى مبارك يا رب علينا جميعا. خلينا بقى نروح نشوف سريعا اهم منشطات الصحف الدوليه وتقرير باهم عناوين الصحف العالميه. الحقيقة من أهم يمكن الأحداث اللي احنا شفناها من خلال التقرير كان عنوان عن أزمة المناخ. احنا دايما بنتكلم وشايفين رؤية مصر 2030 عشان تعرفوا أهمية اللي بيحصل في مصر. احنا عندنا نقلة نوعية بتحصل عندنا في مصر، ان احنا في أزمة مناخ عالمية، يمكن كل الدول يعني بتعمل بشكل كبير جدا جدا على احتواء هذه الأزمة. شايفين ارتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير ممكن بيهدد الكوكب اللي احنا عايشين فيه. ورغم كده خلينا ناخد بقى الجانب الإيجابي، إن اللي تابع امبارح وقفة عرفات واللي متابع الطقس، احنا بقالنا فترة كبيرة عايشين في جو حار جدا وأيام حرارة يعني بنتكلم في 42 و43 و44، لكن كنت متابعة امبارح وقفة عرفات فكان في سحب وكان في انخفاض كبير جدا في درجات الحرارة، وكانت درجات الحرارة في السعودية اللي هي دايما بتبقى فيها درجات الحرارة عالية، فمن درجات الحرارة 34 و36 ومع وجود سحب. يعني سبحان الله، خلينا نفكر في النقطة دي، يعني من عند ربنا في هذا اليوم الناس وهم بيأدوا هذه أو الركن أو الأهم والأكبر في فريضة الحج، فربنا يعني زي ما بيقولوا كده كان بيطبطب علينا كلنا وشفنا الأجواء ودرجة الحرارة كان فيها انخفاض. كمان لو هنرجع نتكلم بقى، احنا دي بس حاجة لفتت نظري، لكن أزمة المناخ احنا شايفين تحول كبير جدا جدا في مصر في الاتجاه الاستخدام الطاقة النظيفة. يمكن احنا فترة من الفترات كنا ما عندناش غاز طبيعي، لكن 2018 طبعا مصر أعلنت انها عندها دلوقتي الحمد لله عندنا اكتفاء من الغاز الطبيعي، فبقى عندنا تحول كبير في ان احنا نستخدم الغاز الطبيعي، وهو طبعا من الحاجات اللي بتبقى ضررها على البيئه اقل. كمان الاتجاه لاستخدام الطاقه النظيفه بقى، سواء كانت طاقه شمسيه او الطاقه المولده من المياه او طاقه الرياح، العديد من مجالات في استخدامات الطاقه النظيفه. يعني احنا ماشيين مع العالم كله في هذا الاتجاه. في فتره من فترات احنا كناش مش هقول بنهتم، لكن ما كانش عندنا الاختيار او ما كانش عندنا الرفاهيه ان احنا نقدر نعمل ده، لكن الحمد لله مصر دلوقتي وبرؤيه 2030 شايفين ان احنا ماشيين في هذا الاتجاه الصح، ان احنا بنعمل عشان ازمه المناخ وعلشان كمان مناخنا احنا وعلشان صحتنا وعشان صحه ولادنا. فاحنا بالتاكيد مره ثانيه في الاتجاه الصح، وبنطمن ان مصر ان شاء الله ان شاء الله ودايما هقولها واعيدها هتبقى اكيد قد الدنيا. زي ما قلت لحضراتكم اغنيه شعبيه، بس وانت بتسمعها بتتسلطن، وانت بتسمعها بتبقى مبسوط. كل اهلك وولادك وكل الناس حواليك ومامتك وباباك ممكن تسمعوها
وانتم مبسوطين وفي نفس الوقت بتعمل مود لطيف جدا، عشان الناس اللي بيقولوا على الاغاني الجديده انها صعبه بتعمل مود وبنطلع وبنعمل وبنسوي، بتعمل مود لطيف جدا جدا، بس في نفس الوقت بتبقى محترمه وفي نفس الوقت بتبقى تحت عنوان الفن. لكن دلوقتي للاسف في حاجات كتيره بعيده عن الفن بيقولوا عليها ان هي شعبيه. طيب هسيب حضراتكم بقى نخرج لفاصل، بعد كده نرجع مع فقره فنيه مع طبعا زميلنا احمد صلاح، عامل لنا فقره احتفاليه النهارده خاصه مع حجازي متقال، وكده هتكون خلصت حلقتنا. هنشوفكم بكره ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، ويا رب دايما كل يوم اسعد علينا وعلى مصر وعلى الامه الاسلاميه وعلى العالم كله. نشوف حضراتكم بكره، ابدا يومك صح مع 8 الصبح. باي باي.
صباح الخير على كل مشاهدين قناة دي ام سي في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويا رب يعود على كل الأمة الإسلامية بالخير والصحة والسعادة. ودلوقتي معادنا الأسبوعي فقرتنا الفنية، وزي كل أسبوع حلقتنا هتكون مختلفة ومميزة جدا. ضيفنا فيها النهاردة هو أهم نجوم الفلكلور الشعبي في مصر والوطن العربي، وهو بيعتبر امتداد لمسيرة والده سفير الأغنية الفلكلورية الريس متقال. خلونا مع بعض نرحب في حلقتنا الخاصة النهاردة بنجم الفولكلور الشعبي حجازي متقال. ابو حميد ازيك عامل ايه؟ صباح الخير يا عمر. صباح الخير. صباح عليك الفل. صباح المانجا. وعاوزك بقى تقول لي يعني طقوسك في عيد الاضحى، طبعا كل سنه وانت طيب، انت بس وكل عيد اضحى وانت متالق وناجح. وميرسي على تشريفك لينا النهارده ويومك جميل ان شاء الله. وعايزينك بقى تقول لي كده طقوسك في عيد الاضحى، يعني ايه طقوسك في عيد الاضحى؟ اول حاجه انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وبقول لقناتي دي ام سي كل سنه وهي طيبه، وكل سنه والساده المشاهدين وكل الامه الاسلاميه والعربيه بخير. طقوسي طبيعي جدا زي اي حد في العيد، يعني بنصحى نصلي العيد وندبح. ربنا يخلي لي امي طبعا واخواتي، بنبقى موجودين في اليوم ده مع بعض. بتبقى يوم مختلف يعني عن اي يوم تاني. تعرف في طبيعه شغلنا بيبقى الشغل بتاعنا بيبقى بالليل. فان انت تصحى بدري وتعمل يوم من اوله، وصلاه عيد واولادك حواليك والدنيا جميله وبتذبح، ويعني بيبقى جو جميل ومختلف. ده الطقوس العاديه بتاعت يوم العيد، غير العدايا بتاعت الاطفال، ولادي مثلا ولاد اختي ممكن كده يعني. خلينا نعرف بقى الجمهور ايه هو الفن الفولكلور الشعبي، وايه اللي بيفرقه عن الفن الشعبي عموما. الفولكلور هو كل بلد في العالم ليها فولكلور، يعني الجزائر، المغرب، تونس، اي بلد يعني. الفولكلور احيانا بيكون يعني جاي من، يعني احنا فولكلورنا جنوبي من الصعيد. في الكلور صعيدي ده انا ورثه من ايام الرئيس متقال الله يرحمه. والرئيس متقال ورثه من ابوه ومن جدوده. فاحنا عيله فنيه من من من, من قديم الازل يعني. فالفلكلور الصعيدي هو الاغاني المتعارف عليها في البلاد، اللي بتبقى طبيعتها يعني جايه من الطبيعه. يعني كل الكلمات بتبقى بسيطه واصله لقلوب المشاهد او المستمع. اللحن اللي بيبقى بسيط. يعني الفولكلور انا من ضمن الحاجات اللي انا يعني بتمنى ان هو يعني ما ينقرضش، لان هو يعني الناس مش فاهمه يعني ايه فولكلور قوي كد. هل لازم تكون الاغاني من التراث او الحاجات القديمه، ولا ممكن ان انت تعمل اغاني جديده برضو برؤيتك انت، افكار وحاجات زي اللي احنا سمعناها دلوقتي، اغنيه مانجا او حاجه مختلفه؟ يعني قول لي بقى انت بتشتغل على الفولكلور ازاي علشان تطوره وما ينقرضش مع الوقت زي ما انت بتقول. مظبوط. احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني مثلا اغنيه مانجا يا مانجا دي من الاغاني القديمه بتاعت الريس متقال. احنا خدناها وعملنا لها صياغ بشكل جديد، حطيناها في اطار الشعبي. بقت شعبي في الكلور. ده احنا هنتكلم في نقطه ثانيه هنتكلم عليها قدام يعني. انا جايب لكم اغنيه جديده يمكن اول مره تتذاع ان شاء الله. قلت لك انا الكلام ده. دي برضو احنا مزجين فيها بين الفولكلور والكلام التجيل اللي ليه معنى، ومع الشكل الجديد من الالحان اللي موجوده حاليا على الساحه. ده الشكل عشان موضوع الفولكلور ما ينقرضش ويبقى الناس قابله تسمعه بالشكل الجديد. طيب من وجهه نظرك ليه الفولكلور ابتدى يعني تحس ان هو ابتدى ينقرض شويه، او ما بقاش زي زمان؟ دلوقتي ابتدت المهرجانات تاخد مساحه اكبر. هل انتوا مقصرين، او في حاجه معينه مثلا يعني اختفت فانتوا ابتدتوا المهرجانات ابتدت تاخد مساحتها اكتر؟ انت شايف الموضوع ده راجع لايه؟ لا، هو الموضوع راجع ان محتاجين شويه بس نركز في حته الالحان والكلمات الكويسه مع شكل التوزيع الجديد. يعني هي الفكره معادله بسيطه جدا، يعني هم ليهم طريقه في الغنى
جديده والناس قبلها وبينه وبينك يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا بحب اسمعها برضو يعني هو بيعملوا اشكال حلوه وفي اشكال ما اقدرش اسمعها وفي اشكال اوافق عليها وفي اشكال ممكن احاول مثلا اقول اه احنا دي لو عملناها بالشكل الفلاني هتظهر على شكل فلكلور وشكل حجازه هتبقى عامله ازاي وعاملين كذا تجربه يعني والحمد لله يعني نجحت والحمد لله. طب مش عايزين كنا بنتكلم على الافراح وطبعا افراحي عروسه ده فرح شعبي عايزين نعرف بقى منك انت مطلوب اكتر فين وهل اللي بيطلبوك بيكونوا برضو هنا في القاهره ولا بيطلبوك في المحافظات اكتر بتشتغل افراح اكتر فين انا اعرف ان الطلب عليك في الافراح كتير يعني هو الحمد لله رب العالمين يعني حته الطلب في الافراح بيبقى كتير لان انا من يعني من ضمن الناس اللي بعمل شغلي الحمد لله بضمير شويه فانا بحس ان الفرح اللي انا بحضره ده فرح اختي فرح اخويا فرح صديقي انا مش شرط اعرف الناس اصحاب الفرح ولكن ببقى رايح الفرح على اساس ان انا يعني مش شغال كاني معزوم يعني بحط نفسي تبقى عاوز تفرحهم اكتر خالص وفي نفس الوقت الفرقه فرقتي شبهي يعني احنا عاملين ميكس حلو هما برضو بنفس الكلام بيحبوا ان احنا نعمل فرح حلو بنعمله اول حاجه بنعمله لنفسينا يعني الفرح بيتعمل مش عشان خاطر ان ده شغل وانا هاخد منه فلوس الشيء ده انا يعني مش بحطه في دماغي لا اللي بحطه في دماغي ان انا بعمل الفرح ده كاني انا الفرح ده بتاعي فلما تبقى حاجه بتاعتك انت شوف انت بتعمل فيها ايه فالحمد لله يعني انا ببقى مطلوب في القاهرة أوجات كتير أنا طبعا عايش هنا في القاهرة مش عايش في الأقصر لكن لما بيجيني شغل في الصعيد بروح طبعا أي فرح بي 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 أكتر مكان أنت مطلوب فيه فين؟ هو بص هو يعني أكتر مكان على أساس إن إحنا شغالين هنا في القاهرة فهو بيبقى القاهرة يعني قاعة أفراح فيلل يعني أي فرح بيبقى موجود بيطلبوني فيه أنا وده مناسب بالنسبة لي والوقت مناسب ما بتأخرش طبعا. اكيد خلال يعني حضورك الافراح بتواجه مواقف طريفه او في حاجات بتحصل كده خارجه عن ارادتك عايزين نعرف منك ايه اهم او الحاجات اللي انت تعرضت لها في افراح او مواقف طريفه حصلت لك في فرح من الافراح يعني مثلا على اتذكر مثلا كان في مره فرح كنت المفروض انا اغني فيه بس حصل لخبطه انا كنت المفروض يعني القاعه مش هي اللي انا دخلتها بتاعت الفرح ده كان فرح ناس تانية خالص ودخلت وغنيت وفي الاخر بتكلم مع عاطف اخويا اللي هو مدير اعمالي بقول له يعني الناس اتبسطت قال لي هو بس في حاجه انا مش فاهمها يعني الفلوس ما جاتليش لحد الان يعني من الناس فالناس اتلخبطوا مع بعض افتكروا ان حد جايبني انا واجب واحنا كنا في القاعه التانية فطبعا عملت الفرح ده ببلاش طيب يعني عايز اعرف منك ايه اهم المشاكل او اكبر المشاكل اللي بتواجهها كمطرب فولكلور في مصر والله الحمد لله رب العالمين مفيش مشاكل بتواجهني الحمد لله يعني في دعم من الدوله والحمد لله رب العالمين يعني كل الناس واقفه جنب الفولكلور بشكل جميل وحابينه وكل اللي بيتعامل مع الشكل دوت من الموضوع يعني اتكلم مثلا يقول لي الرئيس مرجال الله يرحمه كان عامل لنا فرح مش عارف مين يعني في صيد قديم الرئيس مرجال عامل ارضيه حلوه والحمد لله رب العالمين يعني انا طالع على الصيد الحلو والنظافه اللي الرئيس مرجال كان عاملها فاحنا بنكمل وراء المنطقه دي فيعني انا شايف الحمد لله يعني ما عندناش اي مشاكل باذن الله يعني عاوز طبعا ابارك لك على اغنيتك الجديده فور سيزون حبيبي واللي طبعا خاصتنا النهارده بعرض حصري وخاص اكسكلوسيف لقناه دي ام سي وبرنامج 8 الصبح عايز اقول لكم يا جماعه ان هو ما نامش بقاله اكتر من يومين بيجهز لنا الاغنيه علشان يقدمها لنا النهارده اكسكلوسيف وحصري على دي ام سي ده حبيبي يلا بينا نسمعها وعايز اقول حاجه والله يعني بامانه حتى الفرقه ما سمعوش التراك ده وفي نفس الوقت يعني انا بشكر اخواتي اللي جابوا معايا على التراك ده يعني كلمات سلامة علي والحان منعم وتوزيع ميدو مزيكا وبلوكا هم تعبوا جدا احنا بقالنا 48 ساعه فعلا ما نمناش وعاملين شكل كده بسيط يا رب يعجب الناس بس احنا لسه شغالين عليه يعني وشكرا ليك جدا على ان انت خصيتنا بالاغنيه دي حبيبي يلا بينا نسمع فور سيزونز فقط وحصريا حصري. على شاشه دي ام سي حصري يلا What?
اسامحه ما انت ليكي غلاوه عندي انت بت يا بت سلكه قطه شرسه مليكي ملكه وربنا اللي خليكي ملكه كله يثبت وانت عدي عايزه فرحك فين يا حلوه قولي فورسيزون هنفذ بكره اسمك يبقى غنوه وافضل احمي كم معاجي انت مت اوجع دوايا بص ايدي انك معايا شوفي شكلك في المرايا لمبه ورم منوره واخده مني صفات وشبهي انت مالي وانت ذهبي كله نفسه في حيفا وهبي نفسي فيكي يا غندره عايزة فرحك فين يا حلوة قول فور سيزون هنفذ بكرة اسمك يبقى غنوة وافضل احمي كم عجز فور سيزون والموضوع ده هيخلي الموضوع يغلى على الشباب قوي في الجواز انت بتدبسهم كده لا هو الفكره ان هو من حبه فيها بيقول لها يعني لو انت محتاج اعمل لك فرحك في الفور سيزون يعني حاجه كبيره اعمله لك يعني طيب انت كان طلع كده اخبار نزلت قالت ان حجازي متقال قلع الجلابيه ولبس الجينز وخلاص مش هيغني تاني فولكلور وهيغني بقى اغاني عاديه وطبعا انت كذبت الموضوع ده بعد كده احكي لي على الموضوع ده وسبب الاشاعه دي كان ايه مفيش والله انا كنت عادي جدا يعني مع ناس اصدقائي وكنا خارجين بعيد عن الشغل خالص فانا كنت لابس يعني بنطلون جينز وتيشيرت وخدنا صوره كده انا واصحابنا فالصوره نزلت فيعني كتب عنها ان حجازي هيقلع الجلابيه وخلاص هو اتجه لل ان هو يبقى بالستايل الغربي وهو ساب الفلكلور وبيجلد محمد رمضان فقلت يا جماعه انتوا كبرتوا الموضوع جو يعني مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص وكذبت ويعني جاء لي اليوم السابع في البيت وقعدنا عملنا ريبورتاج عن الموضوع دوت وشافوا ان انا مش هقلع الجلابية يعني. اي فنان في الدنيا بيحب يجدد ويغير ويجرب الوان مختلفة من الغنى ما فكرتش ان انت تغير تغني مرة مثلا رومانسي تغني مرة مثلا مقسوم حاجات مختلفة جربنا ولسه بنجرب حاجات لسه في افكار تانية بنعملها يعني ما جربتش تطلع بلوك مختلف تعمل مثلا تطلع من غير الجلابيه تعمل كليب رومانسي تعمل حاجه مختلفه دي الفكره اللي احنا رافضينها لان الناس ما حبوش الموضوع ده
وانا بيني وبينك مش حابب ان انا اطلع بالشكل دوت في الـ في الـ في, الـ في الاعلام او في التلفزيون، لا انا حابب شكل الفلكلور الصعيدي، حجازي متجال، والد الرئيس متجال بنفس الشكل. لكن حياتي الشخصيه اللي انا عايشها يعني متهيألي يعني ولو جزء صغير اعيشه لنفسي بس مش اكتر، لكن يعني حابب تحتفظ بشكلك في الزي. ولكن في المزيكا احنا بنختلف كتير. يعني مثلا الفور سيزون الموجوده هتلاقي هي ملعوبه ما 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 مش في الكلور يعني، بس الكلام رايح لحته حلوه، الكلام تقيل، لكن اللحن مختلف شويه، التوزيعه مختلفه شويه. ده اللي ممكن اقدر العب فيه، لكن اقدر العب في شكل في الكلور، في شكل حجازي متجال الصعيدي دي هتبقى مرفوضة شوية. طيب مين المطرب المفضل ليك في المطربين الشعبيين، أو نقدر نقول مين بيسلطن حجازي متقال أو بيسمعه بيبقى يعني حاسس إنه هو كده يعني ساتسفايد أو يعني؟ والله بص، هو في أكتر من فنان يعني، وبصراحة إحنا عندنا مصر ولادة يعني. يعني مثلا في السلطنه مثلا ممكن انا احب عم احمد شيبه كويس جدا، رضا البحراوي حد شاطر، في شاب برضه اسمه احمد عامر، في ناس ممكن ما تكونش ليها اسامي كبيره بس هم فعالين واصواتهم حلوه ممكن توصل للناس. انا بحب اي شكل جديد من الغنى واي نوع من الغنى انا بحبه يعني. انا حتى ما عنديش غير يعني دي شغلانتي، ده شغل الشاغل ان انا اسمع واشوف ايه الافكار الجديده وايه الالوان الجديده اللي موجوده على الساحه، وهل انا ينفع اغني ايه من الاشكال دي، ممكن يقدر الشكل ده يبقى نافع عليا او مظبوط او مش مظبوط. ده من وجهه نظري يعني. يعني عايز اعرف منك مين مطربك المفضل في المهرجانات، وايه رايك في المهرجانات، اغاني المهرجانات، وبتسمع حد منهم وممكن تعمل ديو مع حد منهم ولا؟ بص، هو موضوع الديو ده يعني امر دلوقتي بيجيت على الساحه ان الافكار الجديده بتبقى ناجحه، اي فكره جديده ناجحه. مش رافض فكره الدويتو، ولكن مع مين وبشكل ايه هو ده اللي يفرق معايا. تمام. مطرب المفضل، هم مفيش مطرب مفضل للمهرجانات، هم كل يوم بيعملوا اغاني جديده. يعني ممكن حد ما تسمعش عنه خالص في الساحه بتاعت المهرجانات وفجاه يطلع باغنيه تعلم مع الناس. فهم بيعملوا افكار حلوه، في افكار حلوه بتبقى موجوده حلوه، في افكار مش كويسه. لكن انا ارشح ان لو اوكا اورتيجا رجعوا تاني مع بعض هيعملوا شكل حلو، لان هم كانوا عاملين شكل في الاول حلو بس بعد ما انفصلوا زي واما كده لما انفصلوا ضعفوا. لا، الرجوع ليهم هم هيعملوا شكل حلو يعني، لان هم الناس دي من اوائل الشباب اللي عملت المهرجانات، اوكا اورتيجا. فلو اتعمل الشكل ده معاهم تاني هيبقى حلو يعني. قول لي بقى اغنيه تاني. بتناديني تاني ليه؟ كذا حد غناها وكذا حد عمل لها كذا شكل وكذا طريقه اتغنت بيها، عاوز اعرف الاغنيه دي يعني ايه نظامها وهي بتاعت مين اصلا، وكلمني عن اغنيه بتناديني تاني. والله هو انا اكتر من مره اتكلمت في الموضوع ده، بس طبعا انت غالي عندي يا ابو حميد، لازم تعرف الخبر. اغنيه بتناديني تاني ليه يعتبر انا اخر واحد غنتها من ضمن كل الناس اللي غنوها. انا بصراحه كنت قاعد اتفرج يعني، شايف الموضوع يعني خلاص، هي الاغنيه دي اصلا اساسي بتاعت فرقه موسيقى النيل، فرقه الرئيس متجال اللي لفت العالم. كان بيغنيها عضو من اعضاء الفرقه يعتبر واد عمنا اسمه يوسف بكش. الاغنيه يعني اللي حطت لي بصراحه واشارت لي عليها هي امي ربنا يخليها للحجه، قالت لي يا حجازي انت ليه ما بتغنيش بتناديني تاني ليه، يعني دي اصلا يعتبر بتاعتكم وبتاعت ابوك وبتاعت واد عمك. بيني وبينك قعدت افكر كتير، قلت يعني غرت شويه يعني، قلت طب انا ليه ما غناش يعني. سمعتها باكتر من شكل باكتر من موضوع، بس قلت انا لازم العب التراك ده بنفس الشكل اللي كان لعبه يوسف. حتى هتلاقي في العزف موجود في المزيكا صوت ارغول، انا ما تخليتش عنه. الارغول ده يعني ملعوب من 40 50 سنه للاستاذ مصطفى عبد العزيز، ده كان عضو من اعضاء فرقه الرئيس متجال برضو، لف العالم. الراجل ده كان عازف ارغول يعني، انا متهيألي من النوادر انك تلاقي في مصر عازف زيه يعني. ويشهد الكلام ده فرقتي، الناس عارفه الكلام ده.
بنديله حقه طبعا الله يرحمه. الراجل كان اسمه مصطفى عبد العزيز، ده حد كان شاطر جدا، حتى السمع في بتناديني تاني ليه الارغوله تلاقيه موجود زي ما هو، انا حابب يبقى بالشكل ده الفلكلور الصعيد القديم. وغنتها وصورتها والحمد لله لقيت استحسان حلو عند الناس. طيب انا عايز اسالك برضو عن تجربه التمثيل بتاعتك، كانت مع النجم الراحل سمير غانم والفنانه الجميله دنيا سمير غانم، كنت طبعا معاهم في مسلسل لهفه. عايز اعرف التجربه دي ولقائك بالنجم الراحل سمير غانم كان عامل ازاي، وتجربتك الجديده في التمثيل اللي هي تجربه مسلسل سعودي اعتقد داخل مسلسل سعودي. بس ده انا مش بمثل فيها، هشرح لك الموضوع. واول حاجه طبعا انا بقول البقاء لله في الاستاذ سمير غانم، وربنا يشفي الفنانه الاستاذه طبعا دلال عبد العزيز، وبقول لاسرته البقاء لله وكل الشعب وكل الناس اللي بتحبه وكل جمهوره. والاستاذ رامي رضوان طبعا اخويا بقول له البقاء لله. التجربه دي كانت جميله جدا. انا عملت مسلسل اسمه لهفه، كان بطوله دنيا سمير غانم، كان من كذا سنه. عملت يعني حلقه، كان الحلقه مخصوصه للرئيس متجال، يعني كانت مكتوبه حلو وملعوبه حلو، بس انا يعني بصراحه مش لاقي نفسي في حته التمثيل يعني. انا ممكن اكون بغني، مهتم اكتر بالحته الفنيه انا يعني زي ما انت شفت. طب يعني تجربتك الجديده السعوديه دي ايه، هتكون بتشارك بالغنى ولا انا ده مسلسل سعودي يعني سعودي مصري، كان هو يعني عباره عن طار بن صعيده، بس طار في اطار كوميدي. الاستاذ بيومي فؤاد والاستاذه روجينا واكتر من نجم موجود. يعني دوري انا ان هم جايبين حجازي متجال، هم عملوا كان في مشكله طار وحصل صلح، وانا غنيت اغنيه للطار للصلح بتاع الطار اسمها الصلح تم. بس كانت تجربه حلوه، والاغنيه يعني الحمد لله لقيت نجاح جامد من كل الكاست الموجود يعني. طيب عايز اعرف منك بقى جديدك الفتره الجايه ايه، ناوي بعد اغنيه طبعا فور سيزون اللي انت خصتنا بيها النهارده، وشكرا طبعا ليك الله يخليك على يعني على الاغنيه الاكسكلوسيف الجميله اللي انت كنت تستاهله كل خير حبيبي والله ربنا يعني يخليك. عاوزك بقى تقول لي خطواتك الفنيه القادمه هتكون ايه ان شاء الله. يعني بنحضر السنجل ثاني بعد الفور سيزون ان شاء الله، واغنيه المسلسل دي ان شاء الله برضو هتبقى من الحياه اللي هتبقى فارقه معايا في، لان انا عامل شكل لحن برضو مختلف تماما، والكلمات هادفه جدا، بتتكلم عن الصعيد، بتتكلم عن مشكلتنا الحقيقيه في الصعيد، ان احنا فعلا المشكله لحد الان موجوده، مشكله الطار لحد النهارده موجوده، بنعالجها بشكل معين في الكلام والصيغه الدراميه. ده الجديد بتاعي يعني. طبعا انا عايز اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، شرفتني حبيب ونورتني، بتمنى لك المزيد والمزيد من النجاحات خلال الفتره الجايه. الله وهتسمعنا بقى نختم مع بعض باغنيه ايه دلوقتي؟ هنختم بالاغنيه اللي انت بتحبها، جمل كبشني. ماشي يلا شباب يلا ماشي هلا هلا عم صلاح عسل. الله الله الصعيدة قوي قوي قوي. جمالك هبشني او لابسه جت في العبايه، او يا بنت جمالك
ملك هبشني اولها بشدد في العباية رمان خدك دوشني خلى فضوري عشايا اول حد خالي من الهم اول حد خالي من الهم احد قلوع المراكب اول حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب وعدول للند يا عام لو حتى عزر جراكب بالحصان وقال انا خيال يا عيني على يا سيدي على يا عين على يا سيدي على كل من لف العمامة وقال أنا متقى يا عيني على يا سيدي على يا عيني على يا سيدي على كل من لف العمامة وقال أنا متقال يا عيني على يا سيدي على يا عيني على يا سيدي على
ولا كل من لف العمامة وقال أنا من قال يا عيني على يا سيدي على صلاح. احلى 8 الصبح ابو صلاح ولد